بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النسبة كام اللي هي بترجح أردوغان أو بترجح كليشدار المكان الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه، أو قل الشركة الإحصائية الوحيدة اللي تقدر تعتمد عليها واللي توقعت نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدقة ليست بالقليلة، بتقول ان اردوغان هيحصل على 53.8% واغلو هيحصل على الباقي اللي هو 46.2%. عموما الاحصائيات دي ليها حوالي 10 من ساعة ما انتهت الجولة الاولى يعني، والاحصائيات دي تقريبا بتيجي بين 53.5 و54.5 الاردوغان، وبيجي الباقي لكليشدار أغلو. بكرة 29 مايو موعد الانتخابات التركية الفاصلة، وهذا التاريخ بيتناسب أو بيتطابق مع فتح القسطنطينية من بضع مئات من السنين على يد محمد الفاتح، وواضح أن التاريخ محطوط ومقصود على الأرجح. الوقت إيه اللي حاصل في الساحة، وإيه هي التحالفات، وإيه هو برنامج التحالفات أو التحالفات الجديدة، ده اللي هقولك عليه، فركز معايا وإوعى تنام مني. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. في البداية الإخوة اللي عايزين يعرفوا مصادر الأخبار اللي أنا بعلق عليها يزوروا الصفحة بتاعتي على تويتر، هسيب لك رابط أسفل الفيديو، والرابط دايما موجود في صندوق الوصف. الجماعة اللي هم مع كليشدار أغلو الوقت يعني في تفكك كبير بينهم، وفي صراع كبير بينهم، وكمان يعني أكثرهم أو قل كلهم عمالين يتسابقون إلى الخطاب الإسلامي، وده فكرني بواحد قلت لكم عنه من قبل اسمه قدير مصر أغلو، وهذا كان مؤرخ للدولة العثمانية وكان متعاطف جدا مع الدولة العثمانية. فالرجل هذا قال بعد انهيار الدولة العثمانية، قال سوف يأتي اليوم الذي يتسابق فيه هؤلاء إلى الإسلام من أجل حصد الأصوات الانتخابية، وصدق. وجه الوقت اللي هو توقع، وهذا الرجل هذا تعرض لمحاولات اغتيال وفلت منها، وبعد كده هرب الى اعتقد المانيا وامضى حياته في المنفى الاختياري. مش عايز اخش فيه كتير عشان ما اطولش في الفيديو، الوقت عايز اتكلم عن الامور المهمة. الامور المهمة جدا يا ابو الشباب ان كليشدار أغلو الخطاب بتاعه في منتهى الهبل والسذاجة، ولكن خد بالك الهبل والسذاجة ده جاب معاه نتيجة في الدور الاول. انا في الدور الاول كنت قلت حتى يعني 30% كتير عليه، ولكن اللي حصل انه خد 46% ومرشح انه ياخدهم المرة دي كمان. فمن ضمن الامور شديدة الهبل اللي بيقولها كليشدار أغلو ان هو بيتهم كل شخص هيصوت لصالح اردوغان، بيتهم هذا الشخص بانه هو بيرتكب كبيرة من الكبائر وبانه فاسق وبلا اخلاق، هكذا بيقولها يعني. هو مش مثلا بيلمح او كده، بيقولها لدرجة ان المذيع استغرب من طريقة الخطاب بتاعته، والمفروض ان هذا يعني رجل هو يزعم او يؤمن بالديمقراطية، فالمفروض على الاقل ما يشتمش الناخبين، على الاقل مثلا ممكن يقول مخدوعين، ممكن يقول مش فاهمين الحقيقة كويس، ممكن يقول امور زي كده. انما ده يا ابو الشباب دخل فيهم شتائم وقال ان هم بلا اخلاق، وقال ان هم يرتكبون كبيرة من الكبائر. يعني كليشدار أغلو الوقت انتبه ان هناك في كبائر في الاسلام، واعتبر ان التصويت لأردوغان كبيرة من الكبائر. طيب يا كليشدار انت الوقت عملت فيها شيخ المشايخ، عايزين نعرف بقى رأيك في المثليين واللواطين. باختصار يا ابو الابطال قال لك اللواط هذا يعني المثلية دي حلال، ما فيهاش اي مشكلة، هو بيقول لك كده، وبيقول ان هو بمجرد ما يصل الى السلطة هيجعل يعني هيغير القانون بحيث ان هو يدعم المثلية الجنسية اللي هو اللواط
اسمه لواط على فكرة، مش اسمه مثلية. ده هم الغرب من مكرهم ان هم بيخففوا الالقاب اللي الناس بتنفر منها. الخلاصة كليشدار اغلو يا ابو الابطال يعتبر ان المثلية الجنسية دي حلال ولا تتعارض مع الإسلام، ولكن اللي يصوت لصالح أردوغان هذا فاجر فاسق. ده انت غلبت علماء السلطان يا راجل، ده انت بحترت الدنيا خالص. عموما الجبهة بتاع كليشدار كمان بتتمزق كل يوم عن اليوم اللي قبليه، والنهاردة استقال 1400 عضو من الحزب بتاع أوميت أوزداغ. هتقولي طب ده ملوش علاقة بكليشدار، أقولك ما هو ده انفصل عن سنان ودعم كليشدار يا ابو الابطال، ويقولوا ان هو رجع يعني يقف على الحياد مرة تانية. المهم واضح ان أوميت أوزداغ هذا كمان يعني انتهى سياسيا. اعتقد ان المسألة يعني ان شاء الله شبه محسومة. على الجبهة بتاع اردوغان يا ابو الابطال، حلفائه بيجدلوا الثقة في اردوغان. في طبعا احنا في اخر ساعات قبل انطلاق الجولة الحاسمة، واهم الاشخاص اللي جدد الثقة في اردوغان هو ابن اربكان اللي هو فاتح. في تصريح لاردوغان حقيقة تحتار في تفسيره، ان هو بيقول ان هو منتظر غدا من الشعب التركي ان هو يتوجه الى صناديق الانتخابات عشان خاطر يعلن للعالم انتهاء حقبة العساكر وانتهاء حقبة الظلم والتزوير والجبروت والامور ديت. خد بالك انت ممكن تنظر الى الموضوع ده ان هو يعني ما فيش غرابة ولا حاجة، انا اقول لك ان لا، في نظرة تانية. واضح ان اردوغان في الشوية الجايين وفي الخمس سنوات الجايين واضح ان شاء الله ان هو ناوي يقطع كل رؤوس الافاعي وكل رؤوس الثعالب في تركيا عشان يسيب تركيا قوية وثابتة ومحدش يلعب فيها من الداخل، ويبقى مجتمع متماسك، وإن شاء الله ربك يدبر الأمر. والسلام عليكم.